فكنظن المقابله ما كانت سهله اليوم بحكم الخصم كان واقف تاكتيك مو مزيان، فاشتغلنا على هذه المقابله هذه واستعدنا لها بشكل جيد. فكنظن بانه اليوم الروح الانتصاريه العاليه اللي ولات عند اللاعبين عطات الاكل ديالها. كان فريق الخصم على الاقل ياخذ نقطه ويخلي الواسع ديال الفريق ديال النقاط ديال 5 نقاط، فثلاث نقاط كانت مهمه بالنسبه لنا. ما كانتش المقابله كتقسم النقطه على ثلاث، فكنظن بان هذا الفوز عنده طعم خاص غادي يخلينا نزيدوا نشتغلوا بواحد اريحيه كبيره، نستعدوا لمقابلة جديدة إن شاء الله اللي نمشيو نجيبوا فيها 3 نقاط اللي تكون مهمة بالنسبة لنا. كنظن بأنه الجمهور ديال الرجاء ما كيتقارن مع حتى شي جمهور. دوس معاه في 2015 كان الفريق ما كانش في الفورما، ما كانش مزيان ذاك العام. كنظن بأنه هذا الجمهور هذا ماشي ديال النتائج، الجمهور اللي كيجي كيساند الفريق ديالو في الضراء قبل السراء، راه هما كيهضروا على راسهم داخل الملعب، التحفيزات والدعم ديالهم اللي كيعطيونا كيخلي يزيد يدفعنا للأمام. فاحسن فرحه واحسن سنتيم عندنا حنا اللاعبين يمكن ربحوا 3 نقاط وكنمشيو نفرحوا معاهم. فبطبيعه الحال عندهم بورسونتاج كبير في هذا الانتصار هذا، كنبغيو نهديو لهم وحنا فرحانين مجموعين ان شاء الله. نتمنوا انهم يبقاو يجيو يساندونا حتى لاخر الدورات، فبهم وبينا حنا غادي نزيدوا الامام ونحققوا المستقبل ان شاء الله.